بقى مع حضراتكم على مقر جريدة الشروق مع مراسلتنا نورهان طمان، على هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية وأيضا العالمية. نورهان صباح الفل عليكي، وهاتي ما لديك من منشطات صحفية، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهواند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية، ولكن زي ما عودناكم قبل ما نروح لأخبارنا هنفكركم بأهم المباريات اليوم. طبعا الساعة 7:30 النادي الأهلي هيواجه طلائع الجيش في إطار الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري، والساعة 2:30 البنك الأهلي هيواجه أسوان ولكن في إطار الجولة الـ13. أما على المستوى الافريقي فدوري ابطال افريقيا النهارده شباب بلوزداد الجزائري هيواجه سان داونز الساعه 3، وده هيكون او دي تاني مواجهات الفريقين في الجوله الثانيه من دور المجموعات بالبطوله. اما بقى الوداد فهيواجه كايزر شيفز الساعه 6، ودي ضربه البدايه للفريقين في دور المجموعات. اما على الصعيد بقى الدوري الانجليزي فعندنا ماتشات كتير النهارده في الجوله الـ26 من البريمير ليج. كريستال بالاس هيواجه فولهام الساعه 2، وليستر سيتي هيواجه ارسنال الساعه 2 ايضا، توتنهام هيواجه بيرنلي الساعه 4، وتشيلسي هيواجه مانشستر يونايتد الساعه 6:30، وليفربول هيواجه شيفيلد يونايتد الساعه 9:15. والنهارده في رقم مميز ينتظر نجمنا المصري محمد صلاح، هنطلعكم عليه في خبر قادم معانا بعد قليل. نروح لاخبار من موقع محتوى بلس، الأحمر لا يعرف الخسارة، تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش. طبعا بعد غياب أكتر من شهر عن المواجهات المحلية، النهاردة النادي الأهلي يعود مرة أخرى لخوض منافسات الدوري المصري بمواجهة طلائع الجيش زي ما قلنا لكم الساعة 7:30 على استاد الأهلي والسلام. يمكن مباراة اليوم في عدة يعني أرقام إيجابية لنادي الأهلي، أنه لم يعرف الخسارة أمام طلائع الجيش في 27 لقاء جمع ما بين الفريقين. الأهلي استطاع الفوز في 22 مباراة وخيم التعادل على 5 مواجهات. ومن موقع وجريدة اليوم السابع، المنتخب يسافر ظهر 22 مارس إلى كينيا لمواجهتها في أمم إفريقيا. قرر الجهاز الإداري بطبعا قيادة كابتن محمد بركات سفر المنتخب المصري لكينيا لمواجهتها يوم 22 مارس، وتحديدا في ظهر 22 مارس على متن طائرة خاصة، وده طبعا قبل مواجهتها في تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022. وكان الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام بدري استقر على خوض 3 تدريبات قبل السفر، هتكون بدايتها إن شاء الله من يوم 20 مارس وحتى ميعاد السفر. ومن موقع يوم السابع أيضا، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، محمد صلاح يبحث عن تعزيز الصدارة ضد تشيفيلد. زي ما قلنا لكم النهاردة الساعة 9:15 ليفربول هيواجه تشيفيلد يونايتد في إطار الجولة أو الأسبوع 26 من بطولة الدوري الإنجليزي. محمد صلاح نجمنا المصري يسعى لتعزيز صدارته لجدول هدافين البطولة، هو بيتصدر حتى الآن البطولة أو جدول هدافين البطولة برصيد 17 هدف، وكان آخر أهدافه في شباك ليستر سيتي في الجولة 24 من البريمير ليج. واخيرا بقى خبر معانا من سكاي نيوز، يوفنتوس يواصل اهدار النقاط ويتعادل بهدف لكل فريق مع فيرونا. يمكن في مباراة يعني كانت غير سعيدة على جمهور السيدة العجوز، امبارح تعادل يوفنتوس امام فيرونا في الدوري الايطالي بعد ما كان تقدم كريستيانو رونالدو للفريق، وبهذه النتيجة يبقى يوفنتوس في المركز الثالث. طبعا يعني يسبقه ميلان برصيد بثلاث نقاط، ويسبقه انتر ميلان متصدر المسابقة بسبع نقاط. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع، شكرا لكم جدا وعودة الى الاستوديو. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر على تغطيتك لكل الاخبار والمنشطات الصحفيه، شكرا جزيلا ليكي.